لقد استحسن الشعب الجزائري ورحب بها بهذه النسعة الذي رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة. هذه المبادرة قدمها الجيش الوطني الشعبي انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن، لكن مع الأسف الشديد قبل هذه المسعى بالتماطر والتعنت بل والتحيل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا هم لهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب بمصير البلاد. وأن المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة وضمان أمن استقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدورات الشعب الجزائري، وهي الآن بصدد التفات على مطالبه المشروعة من خلال اعتقاد مخططات مشبوهة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد ودفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري. فنحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، وأنه يجب تطبيق الفوري للحل المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7-8 و-102 مباشرة، المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية. وعليه فقررنا واضح لا رجع فيه إذا أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه الكاملة غير منقوصة. وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة. وفي الأخير نؤكد مرة أخرى أن مسعانا لحل هذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري على تجاوز الأزمات مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باقي إلى الأبد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.